السلام عليكم. النهاردة بإذن الله نكشف عن العقل التي تم زراعتها من حوالي شهر، ونشوف النتيجة مع بعض. وصلنا لحد فين. دي كانت عقل الشفريرة، وعقلة دراسينا ذرة معاها البيبيونيا. نقلب كده أحد الأسس ونشوف هل بالفعل تكونت جذور أم لا. لسه الجذور مش ظاهرة من تحت الأسس، ولكن ما شاء الله يعني يبدو من حالة النبات ان الجذور بدأت بالخروج بالفعل، لان لو ما كانش في جذور لحد هذه الفترة كان اكيد هيبقى في ذبول واضح على الأوراق، وغالب السقان هتكون تعفنت لعدم وجود او وصول غذاء ومية للأوراق. فدلالة ان الاوراق ما شاء الله صحية بهذا الشكل ان في بالفعل جذور بدأت في التكوين. السلام عليكم ورحمة الله.